تعادل عادل يا كابتن محمد، ونقطه تقربك من التأهل. هو تعادل طبعا منطقي في ظل ظروف النادي الاهلي وفي ظل ظروف الاداء النهارده بتاع النادي الاهلي، يعتبر مكسب بالنسبه للنادي الاهلي. واجواء المباراه نفسها الشوط الثاني اتغيرت طبعا، اتكلم على اجواء كجو طبعا، مطر مطر غريب جدا طبعا، والملعب اللعيبه المصريين لا يجيدوا طبعا اللعب على او في الامطار يعني تحت المطر. زي ما بقول لك يعني منطقي الاسباب اللي احنا قلناها قبل المباراه، لعيبه جايه من المنتخب تعبانه نفسيا وبدنيا، لعيبه لسه بعيده عن المباريات هنا، اللعيبه طبعا المحليين اللي كانوا هنا طبعا في منهم كان يعني اصابات ورجع من خلال طبعا الفتره اعداد اللي في الامارات. يعني انا شايف ان الظروف دي كلها بدايه اول ماتش رسمي بعد 50 يوم في ظل الظروف دي كلها، وتبدا بمباراه رسميه مع فرقه يعني جيده بره مصر، لا يعتبر يعني نتيجه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، وخساره بالنسبه طبعا للشباب بالذات بيلعبوا على ارضهم وفي فرق النقاط بينه وبين النادي الاهلي. طبعا الكلام ده لازم يتعالج، طبعا الاخطاء اللي شفناها النهارده لازم تتعالج. اللعيبه الخبرات لما نزلت شويه في ارض الملعب يمكن ظبطت الدنيا شويه، انما بصراحه يعني في بعض اللعيبه لازم تعيد حساباتها شويه، يمكن مش جاهزه، بعض اللعيبه لسه مش جاهزه 100%، لسه فورمه المباريات ما جاتش، انما في لعيبه لازم تحاول بقى تدوس على نفسها شويه، لان طبعا بعض المستويات، لان انت ممكن حتى وانت تعبان او لياقتك البدنيه مش موجوده، التحركات بنتكلم على التحركات، انما في لعيبه حتى التحركات نفسها ما كانتش كويسه. بعض اللعيبه زي ما بقول لك لازم تتمرن كويس خلال الفتره اللي جايه دي، لان المباريات جايه متلاحقه، مباريات انت جاي ومسافر تاني لغانا، برضو مباراه صعبه مهمه جدا بالنسبه لك، ان انت برضو مباراه غانا حاجه من الاثنين، برضو تكسب ان شاء الله يبقى كده عديت، على الاقل تتعادل يبقى طريقك كويس، لان اخر مباراه عندك يانج افريكانز على ارضك. مزبوط. فلازم يعني برضو المباراه كويس انها في ظل الظروف اللي فاتت دي كلها اللي احنا حكيناها طلعت بالنتيجه دي، انما على مستوى الاداء لا ناقص كتير للنادي الاهلي.